بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أبنائنا طلاب المرحلة الثانوية إن شاء الله النهاردة معانا بارت 3 أو الجزء الثالث من كلمات هامة لجزء الترجمة، ولكن دايما كلنا مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالوا مع بعض نتناول بارت 3. طبعا تناولنا من قبل بارت 1 and بارت 2، طبعا عندنا بارت 1 وتناولناه في حلقة منفصلة أو في فيديو سابق. طبعا دي أهم كلمات الترجمة بالنسبة لبارت 1، وأيضا تناولنا بارت 2 أو الجزء الثاني اللي هو بارت 2، وإن شاء الله النهاردة هنتناول مع بعض بارت 3. تعالوا مع بعض نتعرف على الكلمات الخاصة بـ Part 3. Impact، Impact يعني أثر، Impact أثر أو تأثير، وبيجي مع حرف الجر on، أو Impact on يعني تأثير على، Impact on يعني لديه تأثير على شيء. Aware، aware يعني واعي، be aware of يعني على وعي، aware أو النون منها awareness واخدناه في part 1، spread awareness يعني نشر الوعي، يبقى aware اللي هو واعي، ال person نفسه أقولك he is aware of the environment يعني واعي بالبيئة، فطبعا هنا aware. أو he has a war يعني لديه وعي. bullying، bullying يعني البلطجة أو التنمر، bullying، bullying يعني البلطجة أو التنمر، bullying. procedures، procedures يعني إجراءات، procedures، procedures بتساوي measurements، بتساوي في المعنى measurements برضو معناها إجراءات، measurements، يبقى عندنا procedures بتساوي measurements يعني إجراءات، يبقى procedures أو measurements يعني إجراءات. motives، motives يعني دوافع، motives. enrich، enrich يعني يثري أو يعزز، enrich. glory، glory يعني مجد، glory. justice، justice يعني العدالة، justice. injustice يعني الظلم أو الاستبداد، injustice. يبقى justice العدالة، injustice اللي هو الأوبزيت منها الظلم. independence، independence الاستقلال، independence. obstacles، obstacles يعني عقبات، obstacles. rights واخدنا قبل كده اللي هي حقوق. service، service يعني خدمة أو يخدم، service. conflict، conflict يعني صراع، conflict. peace، peace يعني السلام، peace يعني السلام، عكسها طبعا أو الأوبزيت منها war يعني الحرب، war يعني الحرب، يبقى peace اللي هو السلام الأوبزيت منها war يعني الحرب. peace، peace، war جاي منها كلمة peaceful يعني مسالم، أقول لك شعب مسالم اسمها peaceful، يبقى peaceful يعني مسالم، جاء من كلمة peace يعني السلام. peace، peaceful، peace اللي هي السلام نفسها، peaceful يعني مسالم، war اللي هي الحرب. housing، housing اللي هو الإسكان، housing. illiteracy، illiteracy اللي هي الأمية، جاي من expression على بعضه، eliminate illiteracy يعني محو الأمية، وطبعا احنا واخدين الجزء ده في part 2. loyalty، loyalty اللي هو الانتماء. migration، migration اللي هي الهجرة. legal، legal يعني شرعي، legal. prevention، prevention اللي هي الوقاية، prevention. set up يعني ينشئ أو يؤسس، set up، set up يعني ينشئ أو يؤسس. في عندنا set of يعني ينطلق يعني يبدأ رحلة، يبقى في عندنا set up و set of. set of يعني طبعا هنا ينطلق أو يبدأ شيء معين أو رحلة، set up، set of. أما set up معناه ينشئ أو يؤسس. supplies، supplies يعني موارد، supplies. knowledge، knowledge يعني المعرفة، knowledge اللي هي المعرفة. ancestors، ancestors يعني أسلاف أو أجداد، ancestors. manners، manners يعني سلوكيات أو أخلاق، manners. nutrition، nutrition يعني تغذية، nutrition. unique،
يونيك يعني فريد، يونيك. values values يعني قيم. citizen citizen يعني مواطن. citizenship citizenship يعني المواطنة. civilian civilian يعني مدني. civilian civilian يعني مدني. civilized civilized يعني متحضر. civilized civilized. nation nation يعني أمة. nation. miracles miracles يعني المعجزات. miracles. politicians politicians يعني سياسي أو شخص يعمل في السياسة. politician politician. politics politics اللي هو علم السياسة. politics. democracy democracy اللي هي الديمقراطية. democracy democracy اللي هي الديمقراطية. progress progress يعني التقدم. progress بتساوي كلمة advance يعني التقدم. يبقى progress أو advance يعني تقدم. advance يعني التقدم وبروجريس يعني التقدم. freedom freedom يعني الحرية. freedom اللي هي الحرية. freedom. عندنا expression يطلق سراح اسمها set free. جاي من expression set free يعني يطلق سراح. set free. لكن freedom نفسها الحرية. set free يطلق سراح. facing facing معناها مجابهة أو مواجهة. facing جاي منها face الverb نفسه معناها يواجه. face يواجه أو وجه. كلمة face اللي هو الوجه أو الverb منها face يواجه. أما أقول لك يواجه يعني face. facing مجابهة أو مواجهة. famine فيمن اللي هي المجاعة. فيمن. فاينانس فاينانس يعني مال أو يمول. فاينانس جاي منها فاينانشيال يعني مالي أو شيء خاص بالأموال. فاينانشيال فاينانس فاينانشيال. سايكولوجيست سايكولوجيست البي سايلنت. سايكولوجيست يعني عالم نفسي. سايكولوجيست. psychology psychology يعني علم النفس. psychology. public opinion public opinion يعني الرأي العام. public opinion. thanks to thanks to يعني بفضل. thanks to. corner stone corner stone يعني حجر الزاوية. corner stone. كوب with يعني يساير أو يواكب. كوب with كوب with. science fiction science fiction يعني خيال علمي. science fiction science fiction يعني خيال علمي. sufficiency sufficiency يعني اكتفاء. sufficiency جاي منها اكتفاء ذاتي اسمها self sufficiency. يبقى sufficiency لوحدها معناها اكتفاء. لو زود لها زودنا self في الاول بقول self sufficiency معناها اكتفاء ذاتي. self sufficiency. عندنا كلمة شبيهة اسمها selfishness اللي هي الأنانية. selfishness يعني الأنانية. وself الواحدة معناها ذات. self يعني ذات. عندنا expression مرة تانية. sufficiency sufficiency يعني اكتفاء. self sufficiency self sufficiency يعني اكتفاء ذاتي. self sufficiency يعني ما اقول يجب ان احنا يكون لدينا اكتفاء ذاتي. we should have self sufficiency we should have self sufficiency يكون عندنا اكتفاء ذاتي. self sufficiency. traditions traditions يعني تقاليد. traditions يعني تقاليد. armed forces armed forces يعني القوات المسلحة. armed forces. contribute to contribute to يعني يساهم في. نقول نساهم في تقدم بلدنا. we should contribute to the progress. يبقى contribute to ممكن يجي وراء النون أو الverb plus ing. ناخد بالنا إن contribute to من الexpression اللي بيجي معاها الverb plus ing. verb plus ing. أقول contribute to for example setting up يساهم في إنشاء. setting up new cities. يبقى the government contribute or contributes to
building new cities to building new cities في بناء مدن جديدة. فعندنا contribute to لو استخدمناها في translation وجبت بعدها verb أضيف له ing أو لو جبت وراها noun على طول noun contribute to the progress، ولكن contribute to building new cities. cooperation cooperation يعني التعاون. cooperation equality equality يعني مساواة. equality efforts efforts يعني جهود. طبعا واخدناها قبل كده وخدنا معها الفيرب اللي بيجي معاها exert efforts يعني يبذل. exert efforts يعني يبذل جهودا. exert efforts exert efforts يعني يبذل جهودا. eliminate يعني يقضي على، قلنا eliminate illiteracy يعني يقضي على الأمية. eliminate sooner or later sooner or later يعني عاجلا أم آجلا. sooner or later عاجلا أم آجلا. تعالوا مع بعض نراجع الفوكاب أو الكلمات اللي احنا أخدناها النهاردة بالنسبة لبارت 3 في learning translation. impact impact on impact on يعني أثر. awar awar bowling bowling procedures procedures motives motives enrich enrich glory glory justice justice injustice injustice independence independence obstacles obstacles rights rights service service conflict conflict peace peace war war housing housing illiteracy illiteracy loyalty loyalty migration migration legal legal طبعا legal يعني شرعي أو قانوني. لو زودت لها prefix يعني البداية il illegal يعني غير شرعي، يبقى عندنا illegal legal يعني شرعي و illegal يعني غير شرعي أو غير قانوني. يبقى legal شرعي illegal غير شرعي أو غير قانوني. وقلنا peace يعني السلام peaceful يعني مسالم peaceful. prevention 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 يعني وقاية. طبعا جاي منها الverb prevent جاي منها الverb اللي هو prevent prevent يعني يمنع prevent prevent يعني يمنع prevention يعني وقاية prevent prevention. set up set up supplies supplies طبعا set up يعني ينشئ. ممكن يكون عندي verb بيساويه في المعنى establish عشان ممكن يجي لي الverb establish برضو معناه ينشئ أو يشهد establish. supplies supplies knowledge knowledge ancestors ancestors manners manners nutritions nutrition unique unique values values citizen citizen citizenship citizenship civilian civilian civilized civilized nation nation miracles miracles politicians politician politician politics politics democracy democracy progress progress advance advance freedom freedom جاي منها set free يعني يطلق سراح. freedom الحرية set free يعني يطلق سراح شخص اسمها set free. facing facing جاي من كلمة face يعني وجه أو يواجه كverb. face يواجه كverb والنون منها وجه. facing اللي هي مواجهة أو مجابهة. famine famine finance finance financial financial psychologist psychologist psychology psychology public opinion public opinion thanks to thanks to cornerstone cornerstone cube with
كوب with science fiction science fiction sufficiency اللي هو الاكتفاء sufficiency قلنا self sufficiency يعني اكتفاء ذاتي self sufficiency self sufficiency اكتفاء ذاتي بيجينا في الترجمة يقول لنا الاكتفاء الذاتي يعني ايه نقول له self sufficiency traditions traditions armed forces armed forces contribute to ولو استخدمناه بنجيب وراء الverb فيه ing cooperation cooperation equality equality effortes effortes exert effortes exert effortes يعني يبذل جهودا exert يبذل eliminate eliminate يعني يقضي على الاكسبريشن على بعضه eliminate illiteracy يقضي على الأمية sooner or later sooner or later قلنا كلمة self لوحدها كده معناها ذات self و selfishness الأنانية selfishness وفي عندنا كلمة في البداية خالص قلنا measurements بتساوي procedures measurements بتساوي procedures ومن هنا وصلنا لنهاية part 3 وانتظرونا إن شاء الله في الحلقة القادمة مع part 4 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.